حتى شوف راه كلشي كيشفر تماك، راه عائله ديك النهار راه قلتها لكم وجبت لكم الفيديو كاع، عائله مغربيه وعائله جزائريه، وراها عائله مغربيه عندهم واحد الولد اونديكابي الله يشافي جميع المغاربه في كروسه، دوموندو ليه تاكوس وحطوا ليه الساك فوق فوق منه، الساك فوق منه، جاو يدورو لقاو الساك مشى، ديك العائله ما عرفوهاش جزائريه تهضر بالفرنسي ما عرفوهاش، شافوا لي كاميرا لقاو ديك العائله الجزائريه هما اللي خونوا الساك، الراجل ومرته وولده وبنته خونوا الساك، هذه في طونجي ها، كل شيء بحال بحال، الكذوب والشفره عندهم في الدم في لاديان في لاديان، واخا تشوف عائله ويستقبلوك والله ما يزقلوك بالله. واحد النهار عرضنا على واحد يبات عندنا في الدار في فاس، ما بغاش يقولنا انه كان في الجزائر، كي مشى ينعس فرقنا عطيناه بيجاما بزز باش يلبس واحد البيجاما، لبس واحد البيجاما اش دار السروال ديالو، السروال ديالو بدا كيطويه يطويه ودارو تحت المخده ونعس عليه، وانا نقول ليه نوض 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 نوض، قال لي كيفاش؟ قلت له انت جزائري؟ قال لي لا والله الا، قلت له والله غير جزائري بالله، انت طاوي سروالك على ربعه ونعس فوق منه، حنا غادي نسرقوك، نوض لبس البيجاما ديالك لبس السروال ديالك يلاه فويرا سير بات في لوطيل، قالك له سير بات في لوطيل، طوا السروال ديالو شدو دار له واحد السروال طواه، دار ليه راه ما كانش السروال، شوف شي لعيبة دوماج ما كانش حدايا شي سير بات ولا، المهم السروال لواه ودارو تحت المخدة ونعس، وانا كل صحابي كان فاهم، وهادشي كنقول لك عليه راه في هادشي كنعاود لك عليه راه في 83 ولا 83 كانش لي ريسو سوسيو، قلت ليه انا نعيط لصاحبي قلت ليه صاحبنا تعرفوا، قال لي لا راه مع ولد خويا وكذا وراه جا من وجد هذا الشيء في فاس، وانا نعيط ليه قلت لي انت وجدي، قال لي قلت له مغربي وجدي، قال لي قلت له لا لا تلبس داك السروال ديالك طكك، وزيرته في الاخر لقيتو الجيريا، علاش؟ لان هما بعضياتهم كيشفروا السروال ديالو طواه باش ما دير فيه شي 100 دينار هتشوف شي واحد برك حداك ودار شي فيستا ولا شي لعيبه وطواها وشدها غير عارفوا راه شي يا ودي انا ما كنعرفهمش. شوف واحد النهار الاخ ديالي مغربي في الجزائر، كنا عايشين بالجزائر، عرض على واحد داه مع الحمام جزائري، والله ما نكذب عليكم مشاو للحمام، والحمام كان بكري تعلق حوايجك غير برا تعلقهم ما تعطيهمش الله، تعلق حوايجك وتدخل الحمام، الاخ ديالي على نيتو يلاه مخلص ديك السيمانه داير فلوس هنا دخل مع داك خينا للحمام، هذاك دخلوا السخون الاخر خرج ضرب راسو غادي للمرحاض حاشاكم، مشى ضرب ليه الجيب ضرب ليه كذا وداهم ليه دا ليه فلوسو، جاي قلب يخلص الحمام بكري كان تخلص تنجي خارج، جاي يقلب خلص ما لقاش الدراهم هو يحيه تا هو قبي حي على مول الحمام، هو يقول لي واحد هذاك خينا هو اللي يدخل، لقينا كيقلب في داك الجيب حسبناه ديالو هو يشدو لقى عنده فلوس، هذا راه مدخلو الحمام وما كانش بغا يخرج وما مخلص ويدار مع مول الحمام، اش كتقول لي تاجي تعاود لي راه كانوا كيدخلوا الوجده اربعه خمسه كيتقداو السلعه واحد يتقداو اربعه يسرقوا، وانا مشيت للحمام الصابون عندي صحابي كيبيعوا شي وكيعرفوني وكنحييهم، قال لي راه جاو الجزائر كاين ما بالناش الربع، قلت له راقب ديك الساعه ما كانت لا كاميرا لا والو الوقت اللي كان على الحدود، قلت له سير قلت له راقب هذوك راه كيسرقوك دير جوج خدامه الوقت اللي يدخلوا عندك، قال لي كيفاه؟ قال لي من بعد قال لي عندك الحق واحد يشري وواحد كيهز ويخبي، كيجي يدير لافونتير لقى راسو شرا نص ديال السراول تسرقوا ليه، لا هذيك ديال الساكرا فري باقي لاقى عندي الفيديو غادي نوريه لكم ديال مصور مول 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 تاكوس تير تورنا الكاميرا وراهم السيد اللي سرق، وراه فراس يوسف بن تشافين راه عنده الفيديو تا هو، الحدود مسدوده مزيانه لينا وليهم، هادو اللي راهم كيدخلوا عندنا ما تخافوش لان الاغلبيه سيدي فرونسي الجيريان فرونسي ما يبغيوناش ما يحملوناش يبغيو بلادنا هم تكون احسن منا، وما كيقولوش ان المغرب زوين ما كيقولوا والو، كيقولوا كيقولوا هنا يقولوا زوين تبارك الله ما شاء الله الله يبارك الله يبارك، كيمشيو لهيه فرنسا ما يجبدوناش، اي هو هذاك الباسبور اللي كيدخلوا به للمغرب راهم ما كيجبدوهش في الباسبور اللي كيدخلوا للمغرب راه ما كيجبدوهش في كيمشيو للجزائر، انا كنقول